قام معالي الشيخ سلمان بن عبد الله بن حمد آل خليفة رئيس جهاز المساحه والتسجيل العقاري رئيس مجلس اداره مؤسسه التنظيم العقاري بمعيته عائلته الكريمه بالادلاء باصواتهم في الانتخابات النيابيه والبلديه التي تشهدها مملكه البحرين اليوم وذلك في اللجنه الانتخابيه العامه بحلبه البحرين الدوليه واثنى معاليه على الجهود التي بذلتها السلطه القضائيه واللجان المكلفه بتنظيم ومراقبه سير العمليه الانتخابيه وما بذلته الجهات المعنيه من تيسير للاجراءات المسانده لانجاح هذا العرس الانتخابي الكبير